تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتصدي لجرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتمكنت من إحباط العديد من مخططات الجلب والترويج، وهو ما يجنب البلاد أثرها وتداعياتها السلبية. في ضربة أمنية قوية تعكس دقة عمليات الرصد والمتابعة باستخدام التقنيات الحديثة لخطوط السير العناصر الإجرامية الضالعة في جلب وتهريب المواد المخدرة، استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن البحر الأحمر عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة. اعتزموا تهريب كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهيدرو عبر البحر الأحمر وترويجها على عملائهم بباقي محافظات الجمهورية، وتمكنت من إحباط محاولة استلام وجلب المواد المخدرة بالمنطقة الصحراوية قبالة سواحل مدينة سفاجة، وتم ضبط 3 أطنان من مخدر الهيدرو ونحو طن من مخدر الحشيش وقطعتين سلاح ناري وكمية كبيرة من الطلقات النارية ومبالغ مالية ونظارة ميدان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 142 مليونا و 500 ألف جنيه. ومع تواصل ملاحقة الأجهزة الأمنية للعناصر الإجرامية الضالعة في تهريب المواد المخدرة، فقد شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعات الأمن العام والأمن المركزي ومديريات أمن مطروح والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. استهدفت عددا من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وإعادة تدوير مخدر الحشيش، متخذين من دوائر أقسام شرطة مطروح والضبعة وسيدي براني مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. وأسفرت هذه الحملة عن ضبط هذه العناصر وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش وكمية من مخدر البانجو و76 ألف قرص لعقار الترامادول وأدوات ومعدات خاصة بإعادة تدوير مخدر الحشيش وأسلحة نارية وطلقات نارية مختلفة الأعيرة و7 سيارات ومبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 74 مليون جنيه. وبنطاق مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية وجهت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وأسفرت عن ضبط هذه العناصر وبحوزتهم 3 كيلوغرامات من مخدر الأيس ومبالغ مالية حصيلة نشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 4 ملايين جنيه. واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة، فقد رصدت نشاط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة خاصة عقار الكبتاجون وترويجه على عملائه بنطاق محافظة الشرقية، وتمكنت من ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم 60 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكمية من المواد المخدرة المستخدمة في التصنيع، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب2.5 مليون جنيه. نجاحات كبيرة لأجهزة وزارة الداخلية في مجابهتها الحاسمة لجرائم جلب والإتجار في المواد المخدرة، تسهم في وأد مخططات إغراق البلاد بها وتلافي آثارها وسلبياتها على المجتمع.